يقولون فيه واحد من البادية، جاه رجال أقبل عليه ضيف شرومي، يسمع رجالي يستاهل وهو خال العيال. فقام الشايب الأمور مباركة يتلمس واحدة من التيوس بيذبحها للضيف. الوليد صغير في عمر 14 13، شاف الرجال الأبو يتلمس التيس، قال يا أبوي، قال سم، قال يا أبوي ذبح التيس للضيف منقود، مدام طليان المعزب كثيرة ويهمهم وذا بجايبن التيس، عطونا التيس، ترى ما قالها بسرعة الناس يقولون. فالولد انتبه، قال أكيد اللي قايلت له أمه، البيت ما يقول هو رعم كبر ذا، أكيد الأم قايلت له ذا البيت. جلس 3 أيام شغل العرب اللي انتم خابرين من أول، كل يوم هذا يذبح له غدا وعشا وذا يذبح شغله. فيوم جاي يمشي ويجر ذاك القعود ويعطيه الضيف، قال يا ورع، الولد كان يلعب بالحجار، يقول يا ورع خالك زارني والله أعطاه حر سيف ألاقي مثيل. قال يا ورع خالك زارني والله أعطاه حر سيف ألاقي مثيله. الولد راح يهمهم علشان يزين البيت، تعرفون قبائل الحجاز أمة شاعرة. فيقول أبعد عني وخذ شوي وذب الحجار وهو من متجه للبيت، قال أنت أعطيت بعير مذيك برغاه وخالي أعطاكم العيون الكحيلة هم يحسن من البعير. وجاء واحد يخطب بنت هذا اسمها مزنة، فحوار بينه وبين بنته وبين الولد، قال لا أن كان وترى شباننا من أول وشبانكم تعرفون من أول، يقول بيت وذا يرد عليه. الأمور كانت بسيطة، حتى قالوا إن بني هلال كلهم يتكلمون شعرا وهذا غير صحيح، لكن قال إن كان يا مزنة تبين الستيرة عليك باللي يحفظ البل والضان، خذي لس واحد غني يوكلت وشرب، خاطمها واحد غني لكنه بخيل وولد عمها فقران بس كريم. إن كان يا مزنة تبين الستيرة عليك باللي يحفظ البل والضان، قالت يا أبوي بعض المال كثره معيرة والفقر ما عاد رب ذريبين الايمان شرهم يسمعون. قال يا ابوك انا خابر لضانك كثيره فيها حليب وصوف وتجيب طليان. قالت ضانه عساها الاسباع المغيره ما دام ضيف الله يخليه وجبان. يقول طير بلا جنحان صعب المطيره. كثر الحلال يصير للرجل جنحان. يقول له الولد قاعد هناك، قال ابوي، قال سم، قال يا ابوي ان كان الولد تستشيره والله ما يقرب نسب نار ديان. يقول الشايب قلت إن كان هذا الرأي فيها الفخيرة أنا موافقكم على كل ما كان. هذه من قصص ومن الأشياء التي حينما ذكرت في البيت أنه قلت دار الكرم لين استقر بأرض، أعتقد أنه يعني أنا لم أقولها عبث وإنما قلتها بدلائل، أريد أن أثبت قضية. الله يسلم أبو عمار، أعطونا فاصل.